مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. هذه الحلقة المكان غير المكان، لكن احنا في مكان جديد في مدينة الرياض، مركز العمليات الأمنية الموحد 911. في هذا المركز العديد من الخدمات. شفنا الأيام الماضية كلام كثير عن هالمركز، كنا نجي نسير عليهم ونشوف ايش اللي موجود فيه. خلنا نشوف هذه الحلقة وتفاصيلها. Welcome to the Unified Security Operations Center 911 in Riyadh. Vous êtes le bienvenu au centre des appels d'urgence 911 à Riyadh. قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد وليد الطويان، حياك الله. الله يحييك اخوي عبد الله. يعني اذا نتكلم عن هالمكان نتكلم على مركز للتو انشئ، في اهداف احنا نسعى نصل لها ونحققها، بس قبل هذه انا بشكركم على المكان الجميل صراحه. الله يحييكم ان شاء الله. وش الاهداف اللي انتم ناويين توصلوا لها الفتره الجايه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا نبينا محمد. بداية نرحب فيك اخوي عبد الله، نرحب في برنامج الراصد، نرحب في السادة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في مركز 911 منطقة الرياض. دشنا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظه الله المركز 911 منطقة الرياض قبل عدة أيام. المركز هو أحد مبادرات جودة الحياة وأحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. من أهداف المركز هو توفير مجتمع آمن، التحول الرقمي في التعاملات الطارئة، كذلك ترشيد الإنفاق، وكذلك ارتقاء مستوى الجاهزية على مستوى متقدم في الاستعداد الطوارئ. يعني المركز اللي موجود فيه مبنى جميل، عدد أجهزة غير طبيعي، لكن هل هو يعني بيخدم مدينة الرياض، منطقة الرياض، المنطقة وين، وش من يخدم المركز؟ طبعا المركز يخدم مدينة الرياض و22 محافظة في منطقة الرياض، يخدم 6,900,000 نسمة. تم انتقال 62 غرفة عمليات الخاصة بالجهات الأمنية اللي كانت عندها أرقام الطوارئ السابقة. يعني إذا تكلمنا عن العدد الكبير هذا 6 مليون، هل انت عندك قدره بالكادر اللي موجود عندك الان؟ طبعا الطاقه الاستيعابيه للمركز في الشفت الواحد تستوعب 450 كنسول، قادره على استقبال 300 اتصال في الدقيقه الواحده. 300 اتصال نقدر في الدقيقه الواحده نستقبلها في الدقيقه؟ صحيح. وانت توزعها على كل القطاعات اللي موجوده عندك، وش القطاعات اللي مرتبطه فينا هنا في المركز؟ طبعا الاتصالات ترد من خلال السنترال او الاي بي تليفوني، تستقبل من قبل المستقبلين، موقع المتصل، معلومات المتصل تظهر آليا، تؤخذ جميع المعلومات من المتصل، تصنف وتمر الجهات الأمنية في الصالة الأخرى، فيها الدوريات الأمنية، فيها المرور، فيها أمن الطرق والدفاع المدني والقوات الخاصة من البيئة. طيب انا يعني الحين من اول تخبر الفتره الماضيه انه اذا انا بغيت اتصل مدري دق 993 997 999، الان دق 991 بلاغك حيوصل للمكان الصح. صحيح، في السابق كان هناك تردد اثناء وقوع الانسان تحت ظرف طارئ. فيكون هناك اثناء ظرف طارئ التخوف او التشتت، صح، وين اتصل على من. اليوم 911 خلاص يستقبل المكالمات ويصنفها وتحال للجهات المختصة. طيب، في عندنا تكنولوجيا نتكلم عنها، يعني التكنولوجيا اللي هنا إلى وين وصلت ولا لا زالت بدائية؟ التقنيات الموجودة الآن في مركز العمليات في منطقة الرياض هي آخر إصدارات في أنظمة إدارة البلاغات والقيادة والسيطرة، أنظمة السنترال والآي بي تليفوني آخر إصدارات اللي نزلت في التقنيات الآن. أنا قاعد أشوف غرفة فيها شاشات كبيرة نفس اللي ورانا.
في غرفة اللي فيها مراقبة الطرق فيها أيضا هذه أنتم لكم دخل فيها؟ صحيح، عندنا الآن عندنا الصالات الرئيسية، صالة الاستقبال مكالمات أيوة. ومقدمة خدمة 911 أيه. كذلك عندنا صالة خاصة بالجهات الأمنية نطلق عليها صالة الترحيل البلاغات، عندنا صالة خاصة في المراقبة التلفزيونية تحتوي على أنظمة متقدمة في أنظمة المراقبة التلفزيونية، أنظمة تحليل للصور والفيديو، كذلك عندنا صالة خاصة بإدارة المناسبات والأزمات والكوارث. إذا صار في أزمات أو في مشاكل في عندنا صالة خاصة لها. صحيح، وعندكم موظفين أيضا جاهزين لها مدربين. صحيح، بالنسبة لأحد أهداف إنشاء 911 هو ارتقاء مستوى الجاهزية. اليوم لو سمح الله صار عندنا أزمة، عندنا قدرة الآن لإدارة الأزمة داخل مركز 911 حتى وصول الجهات المعنية والبدء لإدارة الأزمة. طيب أنا الحين جيت وأرسلت بلاغ لكم، كلمتكم، يعني معليش بالبداية أنه أهلا حياك الله إحنا بنسوي لك وكذا وشكرا جزيلا لك ويقفل. أنا ما أدري هذا اللي استقبلني ذا يمكن أحيانا يكون استقباله ليه مش طيب كواحد يبغى الخدمة منكم. أنتوا تقدرون تراقبون الوضع هذا، عارفين وش اللي قاعد يدور أو لا؟ طبعا أحد الإدارات داخل المركز إدارة الجودة. إدارة الجودة؟ صحيح. هذه وش تسوي؟ إدارة الجودة في هناك متابعة مستمرة لجميع المكالمات، هناك متابعة أثناء المكالمة لايف يتابعون المشرفين على المجموعات، عندنا خلايا كل خلية فيها مشرف مجموعة تتابع المكالمات، عندنا إجراءات خاصة في الاتصالات لكل تصنيف. يعني هناك كل دائرة زي هالدوائر اللي بالصورة فرضا في لها واحد مشرف؟ صحيح، لها مشرف يتابع جميع البلاغات، يستمع لجميع البلاغات، يتأكد من تطبيق جميع الإجراءات في التلقي. الآن عندنا كل تصنيف له أسئلة محددة، كل خدمة إنسانية لها أسئلة محددة نتأكد، هناك مجموعة وقت الشفت يتابعون كذلك الإجراءات طبقت، إذا كان هناك خلل في تطبيق الإجراءات يرجعون مرة ثانية وتدريب على رأس العمل يدربون ويتابع، إذا كان هناك خلل في التدريب سواء المتدرب غير قادر أن يقدم الخدمة بشكل صحيح يرجع مرة ثانية ويدرب ويعود مرة ثانية. يعني عندك متدرب واحد موظف راقبوه الإشراف عندكم لقوا أن ردود الموظف هذا يعني ما أدري شلون مي متناسبة مع الحالة، هذا أنتم تعيدون تدريبه من جديد؟ الخطوة الأولى يكون تدريب على رأس العمل نتأكد هل الخلل كان في التدريب إيه؟ هل عنده مشكلة مع التعامل مع التقنية، بعد ذلك يعود مرة ثانية لإعطاء تدريب في النقص اللي عنده. كل العمل عندكم تقني، ما في شيء اسمه يدوي واكتب وكذا، ما في. صحيح، كله تقني. مركز 911 سواء في منطقة مكة أو منطقة الرياض هي مراكز بدون ورق. طيب إذا نتكلم على البلاغات، عدد البلاغات يوميا تتراوح ما بين وبين؟ طبعا البلاغات تتراوح ما بين تقريبا من 30,000 إلى 25,000، كان بداية التدشين وصلنا يعني تقريبا إلى 35,000، وتتراوح لين بداية التشغيل كان هناك اتصالات استفسار عن 911 وما الخدمات اللي قدمت 911. طيب أنا في عندي شيء اسمه أوقات الذروة، متى يكونون الشفت مريحين وتقولون والله الشفت هذا يعني نبي نخفف العدد لأنه مو معقول يكون فرضا عندي 400 وما في اتصالات الفترة هذه، ومتى يكون عندكم لا الليفل عالي مرة؟ طبعا عندنا في احد الاقسام اللي استحدثت في 911 الرياض هو قسم خاص في الذكاء الاصطناعي يعطينا مؤشرات تفاعلية عن اوقات الذروة، اذا كان هناك اوقات ذروة يكون دعم بزيادة لمقدم الخدمة لتغطية هذه الاتصالات الزايدة. طيب يعني اذا جينا نتكلم على البلاغات، فقط بلاغات الطوارئ ولا اي بلاغ عندك في الرياض تدق على 911؟ طبعا المركز هو مركز طوارئ، رقم الطوارئ، ولكن نستقبل حنا بعض اكثر الاتصالات تاتينا خدمات انسانيه وطلب مساعده. طيب الحين ابغى اروح الجانب ثاني، انا شايف عدد كبير جدا من خواتنا موجودات في هذا المكان، ليش؟ طبعا العنصر النسائي لنا تجربة سابقة في منطقة مكة المكرمة كانت تجربة جدا ناجحة في التعامل مع بلاغات الطوارئ، عندهم قدرة غير طبيعية حقيقة في التعامل مع البلاغات، وخاصة البلاغات الطوارئ تكون فيها المتصل يكون في حالة يعني متخوف، عندهم تعامل معها وخصوصا بلاغات الأطفال أو النساء،
التجربة اللي كانت في مكة شجعتنا نكون العدد أكبر في منطقة الرياض، الانضباط، الإشراف، كذلك في قسم الجودة لهم تميز كبير وهم يمثلون خواتنا في المنازل. طبعاً ما يزعلون مني الشباب أخوياي وربعي وكذا، ولا كمان الشباب اللي موجودين في هذا المركز وهم من خيرة الشباب اللي موجودين، بس صدق البنات مستواهم في الضبط عالي جدا، وإذا إذا إذا كلمتها يعني إذا كلمتها واحدة من النساء تعرف شلون تتكلم معها، صح؟ صحيح، هم في الجانب هذا في التعامل زي ما قلت لك، تعاملهم مع خصوصا مع الأطفال مع النساء عندهم قدرة في التعامل في البلاغات اللي يكون فيها هلع في تهدئة المتصل، البقاء معه حتى وصول الجهات المعنية. يعني ممكن هي تبقى معها هنا بالمركز انه ابى تطمني انا معك بستمر معك لا تقفلين كذا. صحيح بالطريقة هذه، وعندنا الاخوان من الشؤون الصحية وهي الاحمر في بعض الاحيان يكون فيها حالات اسعافية او يكون فيها حالات الهلع هذه، فنبقى احنا مع المتصل حتى وصول الجهة المعنية نطمئن عليه ونطمنه حتى وصول الجهة المعنية. برجع للاتصالات، كم ممكن أنت تستقبل اتصال في وقت واحد؟ يعني عندنا أزمة صارت، كم أنت ممكن تستقبل اتصال؟ طبعاً البنية التحتية الموجودة الآن عندنا قدرة على استقبال 300 اتصال في الدقيقة الواحدة. 300 اتصال في الدقيقة الواحدة، صحيح. طيب إلى وين رايحين مستقبلاً؟ كيف شايف هالمركز وغير المراكز؟ بس أتكلم على هالمركز. طبعاً في خدمات إن شاء الله ستطلق إن شاء الله في الأيام القادمة، عندنا اللي هو القسم الذكاء الاصطناعي، عندنا قسم الجودة، العمل المستمر على تدريب العنصر البشري، طموحنا كبير إن شاء الله، همنا هو رضاء طالب الخدمة، العمل مستمر إن شاء الله. يعني في بعض القصور كونك كل يوم تشتغل، فاليوم بتخطي وبكرة بتصلح الخطأ. أبرز الأشياء اللي سويتوها من مكة إلى الرياض وأنت كنت في الجهتين، وش يا أبرزها؟ يعني وش اللي شفت انت في مكه قلت لا نبي نسوي في الرياض، بعدين نبي نسوي في مكان ثاني احسن من اللي يعني بحيث نتطور كل يوم؟ طبعا مركز العمليات الامنيه الموحد في منطقه مكه يعني اثناء انشائه اخذ جهد كبير في انشائه، في تصميم المبنى، في الدراسات والتصاميم، بني على اسس. صح. اليوم لما جينا في 9/11 مقت الرياض كان عندنا تجربه ناجحه، اللهم كانت يمكن الاضافات والاستحداث والقسم الذكاء الاصطناعي وسيطبق في مكه. الذكاء الاصطناعي؟ نعم. وش هو الذكاء الاصطناعي؟ هو تقديم مؤشرات تفاعليه، اليوم كنا نستخدم العمل اليدوي، اليوم لا، عندي مؤشرات، عندي كي بي ايز اقدمها للجهات الامنيه، اقدمها للمستخدمين في داخل الاستقبال المكالمات. المؤشرات هذه تعطيني مؤشرات انيه في الوقت الحالي وفي المستقبل وتنبؤات عن وش راح يصير ان شاء الله، وتعطيك يعني ممكن تبني عليها دراسات تقول انه يا جماعه الخير ترى في الوقت الفلاني يصير كذا، في الوقت هذه اللي تبنون عليها انتم مستقبلا. صحيح، لان انا قلت لك الان 300 مستقبل في الدقيقه الواحده، انا ممكن اضيف عنصر بشري في الاستقبال حسب المؤشرات اللي أيوة. تقدمها هذا النظام، انه يحتاج وقت الذروه الساعه مثلا، والله اقول اليوم عندي ذروه من الساعه 5 العصر الى الساعه 1 في الليل يوم الجمعه ليله السبت مثلا، فيكون عندي إضافة عنصر بشري تغطي جميع هذه المكالمات. هل 9/11 قطار انطلق من مكة ولن يتوقف؟ بإذن الله، هناك استراتيجية إن شاء الله على مستوى وزارة الداخلية إن شاء الله. اليوم خلصنا من 9/11 إن شاء الله، راح نكون في مناطق ثانية إن شاء الله. بتكون إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. وش ممكن تقول للناس اللي يتصلون عليكم؟ أنا أتصل عليك يعني على قول يعني واحد من المسؤولين في الصحة كان يقول إنه أكيد اللي بيجيك في الصحة بيجيك مريض وتعبان، فأنت لازم تتحمل شوي. وش الرسالة اللي ممكن أنا أوجهها للناس وهم يتصلون علي وأنا عارف إنهم تحت ضغط كبير جدا، خصوصا في وقت الهلع، يعني عنده حريق، عنده واحد طايح، عنده، وش ممكن أقولهم؟ إحنا اليوم نقول المتصلين، إحنا اليوم إحنا ك 9/11 إحنا جاهزين، أنظمتنا متقدمة، موظفيننا على مستوى عالي بالتدريب، ننتظر منهم الهدوء أثناء تقديم البلاغ يساعدنا في تسريع الاستجابة. الهدوء يساعدك في تسريع الاستجابة؟ صحيح. لطالب الخدمة؟ صحيح، الهدوء هذا يساعدني في أخذ المعلومات الصحيحة والوصول للجهات المعنية في الوقت المناسب.
الشباب اللي موجودين في المركز احنا في ضيافتكم، لكن انا ما بيك تمدحهم، ابي تقول لي جد الشباب هذول ايش قاعدين يقدمون، يعني ولو نعطيهم جزء من حقهم حقيقه، لانه انا من اليوم قاعد افتر في المركز اشوف شباب مو قادر يرفع راسه من كثر الشغل، شو ممكن تقوله؟ اللي اقدر اقول شكرا للجميع، جميع المنسوبي مركز 911 كانت جهود جبارة، تم انتقال 62 غرفة عمليات ولله الحمد، نقول الأخطاء صفر. أنا شاكر لكم مقدر، شاكر لسعة صدرك وتحملكم إيانا اليوم. الله يحييكم أخي عبد الله. أنا شاكر لك، شكرا جزيلا. يا هلا والله يا حياك. العميد وليد بن سليمان الطويان، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. الله يحييكم. الله يحييكم. شكرا لك. ما نقدر نتكلم ونقول انه في بنات موجودات في هالمكان واحنا بس قاعدين نتكلم عن قائد المركز. فانا معي هنا مشرفة العمليات الاخت رنا الضبعان، حياك الله رنا. الله يحييك. ارفعي لي صوتك شوي وقولي لي انت شلون صرتي مشرفة عمليات في هذا المركز الكبير تحتك موظفات ودائما المشرف يتهاوش مع اللي ها؟ الحمد لله هذا قولي وش اللي صار، وش القصه اللي صارت معك؟ الحمد لله هذا بتوفيق من الله، وانا عمل كمشرفه عمليات في المركز الوطني 911 منطقه الرياض، اعمل مع الموظفات من ناحيه متابعتهم من التوجيهات والبلاغات الهامه في المراقبه التلفزيونيه وتلقي البلاغات، في حال انها احتاجت لتوجيه معين أو ورد بلاغ هام نقوم برفعه، ويعني متابعة أدائها والعمل على تحسينه. طيب أنا موظفة موجودة في 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 هالمكان وقاعدة أشتغل يعني جديدة توها المساكينة، يعني هل هذه مباشرة أنتم تقولون لا هي قاعدة تخطي واجد ودوها تدريب ودوها، ولا وش الآلية اللي تسوونها مع الموظفة الجديدة اللي قاعدة تستقبل بلاغات من الكل؟ أول شيء تدخل تدريب على نظام الكاد. نظام الكاد؟ أيوة. إيه؟ تأخذ تدريب وبعدها تنزل للصالة تلقي البلاغات مع زميلاتها تشوف كيف، وبعدين تبدأ، يعني ما تبدأ تستلم بلاغات إلا وهي جاهزة 100%. يعني مو تتدرب على على السماعة أول شيء، لا في عمليات قبل بعدين تنزل وانتوا تتابعونها، إذا تابعتوها لقيتوا في نقص في أدائها أكيد طبعاً ترجع مرة ثانية تدريب ونتابعها باستمرار. والحمد لله إحنا لدينا يعني كفاءات عالية من ناحية شهادات تعليمية عالية ومن ناحية تعدد لغات، والبنات ما شاء الله يعني على عندهم حس عالي من المسؤولية وعندهم كفاءات من ناحية أن ترحل البلاغ في سرعة قياسية. يعني يتراوح ترحيل البلاغ عند الجهات المختصة من 10 ثواني إلى 30 ثانية، يعني الحمد لله لدينا كادر من الموظفات على قدر عالي من المسؤولية. الحمد لله. القطاع العمل في مثل هالقطاع قطاع أمني، تستقبلين بلاغات من الكل، قولي لي شلون أنت البدايات كانت، يعني تطلعين من هنا وأنت خلاص؟ لا خلاص دخلنا بجو العمل. لأنه إيش أنت ما تستقبلين أنه والله واحد يبغى موعد، ولا لا استقبلين انه واحد عنده صحيح مشكلة. ايه جينا بلاغات هامة وجينا بلاغات خطيرة وفي بلاغات انسانية كمان، وبرضه نتعامل معهم كلهم على نفس يعني نفس القدر من الاهمية، يعني حتى الخدمات الانسانية نقدمها زيها زي خدمات الطوارئ. يعني ما تزعلين مني بس البدايات قبل ما تصيرين تتمكنين، انت كم لك انت؟ لي سنة الحمد لله. سنة؟ اي لا اجل عندك الخبرة اللازمة لها. البدايات اول لما تتصل وحدة تبكي وانه في حريق، كيف الوضع؟ لا عادي يتعاملون معاها من ناحية ان اول شيء تاخذ الموقع تحدد موقعها وترحل البلاغ، بعدين تقوم بتهدئة المبلغة. فعندهم يعني انه انتم عندكم الموضوع انه خليك معها الين تنتهي. لا في مرات لازم انها تكون عندها حسن لإدارة المكالمة، يعني خلاص اخذت الموقع اخذت تفاصيل البلاغ المهمة اللي خلص. يحتاجها الجهة المختصة اللي بترحل لها،
خلاص يكفي كذا يعني ما طيب. يحتاج انها تجلس معاه على الخط. رنا ناويه تكملين في هالمجال؟ مجال كويس اكيد طبعا، وافتخر اني انا انتمي لهذا القطاع، وانا افتخر انه انت واحده من بناتنا اللي موجودات هنا. شكرا لك. وافتخر بكل واحده من اخواتي اللي موجودات في هالمكان، فخورين فيكم والله. شكرا لك. الله يعطيك. شكرا لك رنا، يعطيك العافيه، مشرفه عمليات في هذا المركز، ان شاء الله يا رب نشوفك اعلى واعلى وانا اخوك. الله يسعدك. شكرا لك. شكرا لك. تسلم. رنا خلصنا معها قصتها، شوف قصة ثانية. مكان أيضا آخر في هذا المركز اللي هو المراقبة التلفزيونية. وش المراقبة التلفزيونية هذه؟ معي هنا هجير البيشي اللي تشتغل في المراقبة التلفزيونية. حياك الله هجير. أهلا وسهلا. ترفعي لي صوتك، قولي لي انتم وش تسوون في المراقبه التلفزيونيه هذه؟ يعني شاشات وش تسوون؟ طيب عملنا في المراقبه التلفزيونيه في مركز الطوارئ 911، نعمل على رصد الاحداث والملاحظات في الميدان عن طريق كاميرات عاليه الدقه جدا، نرصدها كبلاغات ونرفعها للجهات المختصه للعمل الاجراءات اللازمه. كيف يعني؟ بس توضحين لي بشيء سهل، انتم تراقبون الشوارع ولا وشون؟ نراقب الميدان بشكل عام، الشوارع في منطقة الرياض ومحافظات 22. أيوة. متى بديتي في هالشغلة أنت؟ وكيف قاعدة تشوفين الأداء فيها؟ بس أنت متى بديتي؟ بديت تقريبا من 5 شهور من الآن. 5 شهور دخلتي غرفة المراقبة؟ أي نعم. كنت من أول ما تعرفين تستقبلين بلاغات أو تشتغلين أي شغلة أخرى غيرها، دخلتي الغرفة هذه، شلون تعاملتي معها؟ طيب إحنا عملنا في المراقبة، ما أبغى الكلام الرسمي، انا ابغى انت كبنت دخلت المكان هذا شافت الشاشات والصعوبه اللي فيها وكذا، كيف قلتي انا ايش دخلني في هالشغله ولا لا؟ طبعا يعني كعسكريه المفروض اني دقيقه الملاحظه. كفو. فان شاء الله انه عملي في مجال المراقبه التلفزيونيه لرصد دقه الملاحظات في الميدان باذن الله. ودقيقه دقيقه عاد ان شاء الله. طيب غرفه المراقبه هذه معك زميلات لك ثانيات، وبعد في بنات بيجونكم ويلتحقون فيكم، انت كيف شايفه هذه الغرفه ممكن تقدم خدمه للناس اللي بالبيت الان يشوفونا؟ وش اللي ممكن تقدم لهم زي هالغرفه؟ والله ممكن نعمل على المحافظه على مثلا امن الطرق مثلا، متابعتهم بشكل مباشر عن طريق الكاميرات في الشوارع في الاحياء احيانا. هجير انا فخور فيك، وانت قلتي لي انا عسكريه فيجب ان اكون مستعده دائما، مو بصح اني اجي اقول لا ما اقدر ما بفهم في المجال وودي افهم في المجال الاخر. انا فخور فيك صراحه. شكرا. كل اخواتك ايضا اللي موجودات هنا، واحنا فخورين كعملنا في القطاع العسكري، ففخورين جدا بخدمه الوطن. مو صعب؟ ما في شيء صعب على المراه السعوديه. كفو. هجير البيشي شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه اختي. يا اهلا وسهلا. الله يعافيك. ايضا معي هنا وجدان معافى متلقيه بلاغات. حياك الله وجدان. الله يحييك. وجدان اذا نتكلم عن متلقيه بلاغات يعني الصدمه الاولى عندكم، قولي لي شلون انت قاعده تشتغلين هالشغله في هالوقت تتلقين بلاغات كثيره باليوم، هنا حادث هنا حريق هنا، قولي لي كيف الوضع؟ في البداية كان الوضع صعب شوي علينا بما أنها تجربة أولى. مع مرور الأيام صرنا يعني باحترافية أكثر. نتلقى البلاغ بشتى أنواعها. نستقبل البلاغ في البداية من ورود البلاغ لنا، الاتصال من المبلغ يتم تحديد الموقع ورقمها واسمها تلقائياً. سؤاله عن محتوى بلاغه، أخذ إنشاء البلاغ بتمريره بشكل سريع لجهات الترحيل، كذلك نأخذ أغلب التفاصيل المهمة التي تساعد الترحيل الوصول له بشكل أسرع. يعني هذه الشغلة شوي صعبة على بنت صح؟ ولا أنتوا يعني قدرتوا تتأقلمون مع الوقت؟ لا الشغلة ما هي صعبة، ما هي صعبة. الشغلة جدا ممتعة.
ممتعة؟ ممتعة جدا إن شاء الله. ما كل يوم بلاغ وكل يوم مشكلة وكل يوم. في النهاية كيف؟ أنت يعني تخدم تسوي خدمة إنسانية. صح. لك فيها أجر قبل ما يكون يعني قبل ما تكون وظيفة وراتب، لك أجر فيها في الشغلة هذه. يعني تفريج كرب. بالضبط. يعني مو متصل عليك واحدة ولا واحد إلا عنده مصيبة فمحتاج مساعدتك الآن. بالضبط. وين شايفة نفسك بعد 3-4 سنوات في هالشغل؟ كمتلقية بلاغ. ناوية تطورين هالشغلة، تصيرين إن شاء الله مشرفة بعدين، تكبرين فيها؟ بإذن الله. يعني الشغلة مرة أنا أشوفها ممتعة، فإذا صرت بإذن الله مشرفة مرة راح أكون داعمة للبنات اللي يعني يكونون متخوفين من الشغلة. أيوة. يعني كنت مثلهم في البداية، كنت متخوفة، فبإذن الله راح أكون داعمة لهم. يعني في البداية أنت الخوف اللي أنت كان عندك في البداية ودك تقولين أنا ودي أنسي أي واحدة جاية أنه تخاف، ودي أقول لها. بالضبط. وش الأجر والمثوبة اللي ممكن تحصلها بسبب عملها في هالشغلة؟ فعلاً من غير الدعوات يعني اللي تجيك من المتصلين. دعوات ما هي متوقعة على خدمة بسيطة، أحيانا مجرد ما تعطيه رقم الاستفسار تجيك دعوات. قصة وحدك يا تجي دعوات لوالديك. لوالديك يعني ما هم موجودين ولا يعرفون، المبلغ ما يعرف أصلا، ما يدري من مين انت. مين أنا. فهم تجيك دعوات لوالديك مرة شيء يسعدك، شيء بصدق والله. الروح الإنسانية هذه يعني دائما نبحث عنها. شكرا جزيلا لك أختي وجدان معافى. خير من يمثل هذا المركز يعني خصوصا بالاتصالات. نبي نجرب ونتصل عليك ان شاء الله يوم من الايام. ها في الخدمه بس ما نكون داقين عليك بمشكله، نبي نسوي اختبار كذا من عندنا. شكرا جزيلا لك وجدان. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مع وجدان انا اختم حلقه الليله. حلقه الليله كانت من هذا المركز اللي يعتبر علامه بارزه في مدينه الرياض. ان شاء الله يا رب بنشوف تطورات أكثر في هذا المركز وأرقام أكثر يحققها هذا المركز بالكادر السعودي اللي 100% موجود في هالمكان. أستودعكم الله، مع السلامة.